هذه النشرة برعاية كاستربول اس اي موبلر دينتالي. الحكومة تقدم مقترحات جديدة لمواجهة جرائم العصابات في البلاد. السجن والغرامة لرجل تحرش جنسيا بأكثر من 60 طفلة. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس. وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون يقدم مقترحات جديدة حول كيفية مكافحة جرائم العصابات تتعلق بتشديد العقوبات على مرتكبيها وعلى حيازة الأسلحة، معتبرا أن ذلك سيساهم في اعتقال العديد من الأشخاص المشتبه بهم. وفي الأسبوع الماضي دعا رئيس الوزراء ستيفان لوفين إلى عقد اجتماع بين الحكومة والشرطة بعد تكرار حوادث إطلاق النار مؤخرا في البلاد والتي خلفت وراءها عددا من الضحايا. وكان وزير العدل والداخلية التقى الأربعاء الماضي قائد الشرطة السويدية، وذلك على هامش أسبوع الميدان السياسي في مدينة فيسبي بجزيرة غوتلاند، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن من أجل مواجهة مثل تلك الحوادث. وقال يوهانسون إن هناك عددا غير قليل من جرائم إطلاق النار حدثت في وقت قصير، وأن الحكومة ترغب في معرفة ما إذا كانت الشرطة بحاجة إلى المزيد من أي دعم إضافي لممارسة مهامها. حكمت محكمة سويدية في إسكلستونا بسجن رجل لمدة 4 سنوات ونصف سنة بتهمة التحرش الجنسي بحق عشرات الفتيات عبر الإنترنت، كما طالبته بدفع تعويضات لهؤلاء الفتيات تقدر مجموعها بمليون وسبعمائة ألف كرون. ووقعت 65 طفلة ضحية هذا التحرش من قبل الرجل البالغ من العمر 35 عاما، حيث كان يطلب منهن الظهور عاريات وبوضعيات جنسية مختلفة. وكان الرجل على اتصال بهؤلاء الفتيات التي تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 15 عاما، وكان يتحدث لهن عبر الإنترنت عن العملية الجنسية ورغبته بممارستها معهن، بالإضافة لإرساله مواد من صور وأفلام عن نفسه، وهو الأمر الذي بادرت به الفتيات لاحقا. ولم ينكر الرجل جريمته حسب قول محاميه بسبب الأدلة الواضحة. أوضح تقرير صحفي سويدي أن نسبة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في السويد خلال السنوات الخمس الماضية تراوحت بين 16 إلى 41%، وهي نسبة اختلفت من سنة إلى أخرى. وقد أورد التحقيق الذي قامت به صحيفة داغنز نيهيتر السويدية واسعة الانتشار ما قالت عنها إنها حقائق عن أعداد الذين رفضت طلباتهم ومقارنتها بنسبة من بقي منهم داخل البلاد ومن غادرها. التحقيق أخذا بالاعتبار العام 2016 كنموذج لتلك الحقائق، والتي بينت على سبيل المثال أنه في ذلك العام حصل 27,356 طالب لجوء على رفض، مع نسبته 60% فقط بقي منهم داخل الأراضي السويدية، في حين أن من غادر منهم كان إما طوعية بعد قبولهم بقرارات الرفض وعددهم 13,500 شخص، وإما من غادرها قسرا بعد تسليم قضاياهم إلى الشرطة، وبلغ عدد هؤلاء 2,400 طالب لجوء. أعاد مجلس محافظة ستوكهولم العمل بقرار سابق يحظر إشعال نيران لأي غرض كان في الهواء الطلق، وذلك مع تزايد مخاطر انتشار الحرائق في الغابات المجاورة. وقال المجلس في قراره اليوم إنه يحظر من الآن استخدام النار في الخارج، كما لا يسمح بعمليات الشواء والطهي في الطبيعة، ويشمل الحظر هذه المرة أيضا مناطق الشواء المعدة خصيصا لذلك. وكان المجلس رفع في 21 من يونيو حزيران الفائت حظر استخدام النيران ليعيد اليوم العمل به مجددا. وشهدت بعض مناطق ستوكهولم ومحافظات أخرى
اندلاع عدد من الحرائق هذا الصيف، ساهم ارتفاع درجات الحرارة في توسع انتشار عدد كبير منها. أصدر مكتب الإحصاءات السويدي أرقاما أولية حول معدلات الاستهلاك للأسر السويدية لشهر أيار مايو الماضي، حيث بينت الأرقام أن معدلات الاستهلاك في ذاك الشهر لم تتغير مقارنة بالشهر الذي سبقه نيسان إبريل، لكنها أوضحت في ذات الوقت أن استهلاك الأسر السويدية في شهر أيار من العام الحالي قد ارتفعت بنسبة 3.6% عن ذات الشهر نفسه من العام الماضي 2017، في حين كان ارتفع استهلاك كل أسر السويدية في شهر نيسان إبريل الماضي بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الشهر من العام 2017. أخيرا، حذر اتحاد نقابة المزارعين السويديين من ارتفاع مخاطر نقص منتجات الألبان واللحوم السويدية في البلاد هذا الخريف. ووصف رئيس الاتحاد بالي بورغوستروم الوضع بأنه أقرب إلى الأزمة، وقال إنه ما لم يكن الطقس أكثر ملائمة لمزارعي البلاد فإن السويد سوف تكون قريبا في حالة أزمة. ويعاني المزارعون ومربو الحيوانات من نقص واضح في الأعلاف، وهو ما يهدد صناعة الأغذية السويدية حسب خبراء. وتسبب الربيع الجاف والحرارة المرتفعة أوائل الصيف في مشاكل كبيرة لمزارعي البلاد، فقد أجبر النقص الحاد في الأعلاف العديد من المزارعين على قتل حيواناتهم، مما يعني أن توافر منتجات الألبان واللحوم يمكن أن تتأثر بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام. وقد أكد بورغوستروم أنه في حال استمر الجفاف فإنه سيكون هناك أيضا كما ذكرنا نقص في اللحوم السويدية في السنوات القادمة، في إشارة إلى العدد المرتفع من الحيوانات التي يتم ذبحها حاليا. ماذا في أخبار الطقس يوم الغد؟ نهاية هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.